يا هلا ومية هلا بكل من يشاهد ويتابع شاشة الأيام. حلقة جديدة من برنامج شو تحب. مثل ما عودناكم أنه كل حلقة من حلقاتنا نستضيف نجم أنتوا تحبوه وإحنا نحبه. اليوم ضيفنا غير فنان رائع وشامل وقدم أجمل الأعمال. فنان شامل ومثل ما قلت لكم أنه كوميدي، راح نتونس اليوم وياه ونستمتع وأنتوا تستمتعون. لكن بعد ما يملي الاستمارة يتفضل الفنان هسه. خلونا سوي الرحب بنجمنا وحبيبنا الفنان الرائع رضا طارش. اهلا وسهلا بك حياك الله استاذ رضا حبيب الباشا. طبعا الاسم الثلاثي واللقب رضا طارش الياسري. الياسري خل اكملها والنعم نعم عليك. ليش ما تريد يعني تذكر لقبك دائما؟ يعني ايش حاله ما جدك محمد خير خلق الله؟ لا بالعكس هذا فخر. هذا لا شرف الشرف اي شرف. بس مرات يعني بس مرات واحد يقول له ها يعني دخلت العشائر ما في شيء يعني مخاف يعني لا ما له علاقه. بس الناس اغلبهم يعرفون اغلب الفنانين والاسماء مثلا فلان بعشيرته. حتى مثلا مو ترضى طارش لا اكو مثلا اسمه والعشيره ما في شيء. حتى اللقب الاغراب كله تعرف الاغراب والنعم منك الله يمعليك سيد رضا حبيبي باشا الله يعزك الله يحفظك. هذا اكو شاعر نوجه له تحيه ما يحضرنا اسمه يقول تقدر بالدراسة تصير عالم تملك الذرة صح. وتقدر بالتجارة تصير تاجر تملك البصرة صح. بس سيدي شلون تصير أمك فاطمة الزهرة؟ الله سلام الله على فاطمة الزهرة. فأنت جدتك الزهرة وجدتي وجدت كل المؤمنين إن شاء الله نفخر أنه إحنا ننتمي إلى أفتخر رسول الله. أفتخر أنه هذه انتماء إلى البيت أفتخر. شكرا لك سيد رضا. تولد يوم شهر سنة 5/7/1968. أعطيتك يا أخو 68 العمر كله يا رب. الله يعافيك. استل شوف هاي ابتسامتك مولد 95 هذا الوجه الابتسامة لا إن شاء الله ما تعبان. هاي الابتسامة والوجه وهاي يعني ما اعرف شو اقول لك انه انت نجم واحنا نفرح من نشوفك. بالعكس انا افرح بيك حبيبي في دول العالم عندك بنفس الوقت. لا اطمن امان امان مسقط راسك الديوانيه ديوانيه وافتخر انه هاني بالاصل الديوانيه من الدغاره. لا لا بنفس الديوان بنفس الديوانيه. سيد رضا الوسط اغلب يقولون سيد رضا يشور لنا على نيته. والله هم يقولون بعد ها بعد ما اعرف ان شاء الله كلك خير وبركه الحمد لله وشكر. واشوف كل واحد عنده بخت كل عود بيدخان يقولون عافية عليك صح. ويعني اذا انسان محترم نفسه وهاي ممكن كل واحد وعنده بخت يعني تحكي عليه لا تحكي عليه بعدين يعثر صح. الحمد لله ايه. وشكر. من اين ومتى بدات؟ عام 1990 90 يعني صار 32 سنه اي تقريبا 32 سنه الحمد لله وشكر. تربى بعزك ان شاء الله. شخصية تأثرت بها باب الشيخ، ليش باب الشيخ؟ باب الشيخ كانت شخصية مركبة رسلان. يعني حبوها الناس كلش اللي هي مال حمام ابو باقله ماكو. اي يعني كلش يعني عمار علوان سند لي يعني هو المنتج تحية المنتج تحياتنا له ابو حسون الغالي. هو يعني هو والاستاذ باشي الشويب اللي المؤلف وأيمن ناصر الدين المخرج يعني قالوا هاي شخصية ما حد مثلها بس سيد رضا يعني. المهم اشتغلت يعني شخصية مركبة تعبت عليها هواي وسهرت عليها بحيث لقيت لها كاركتر حلو هاي ما اي حمام ابو باقله فحبوها الناس كلش الاطفال عفوية حبوها عفوية تلقائية تلقائية وعفوية فكلش يعني انت مبدع بكل اعمالك الله يحفظك الله يحفظك والله احنا من جمهورك ومحبيك. بالعكس انا اعتز بيك في دول عينك. اهم منجز بمسيرتك باب الشيخ. هو باب الشيخ يعني ممكن هي اجت هواي اعمال يعني بس انا باب الشيخ كلش حبيت هذا العمل. ليه شخصيه مركبه؟ شخصيه مركبه صعبه ووصلت للجمهور يعني وصلت للجمهور يعني وطلعت بها عضلاتك شوفونا انا مثلا يعني مثلت تراجيديا بيهم مثلت كوميدي هي هاي مو فقط كوميدي هي هاي صح صحيح اي يوم بحياتك لن تنساه وفاه اخوك رحمه الله على روحه. الله يرحمه ورحمه الله والديك
الله يرحمه. يعني بصراحة هو كان مفاجئ إنه يعني أيام ما أنسى هذيك يعني. يعني ندعم سيارة. أوف. أي والله يعني مفاجئ عنده سبعة أولاد. أولي. يعني خلينا نطلع من هذا الجو، إحنا نحب الأجواء وما نحب نتاجر بأحزان الضيف وهاي التفاصيل. احكي لي التوقيع شو أنا مؤتي بعد أسبوع. توقيع يخبر. لا والله. ها. نو فيك عباك أنت ما كسرت. مع الواحد اسمه رضا. تدلل هذا التوقيع اعتمده بعد. أيه بعد. تجيبه كنا حلقهم. هذا نجمنا وحبيبنا رضا طارش حبيب. انتهت فقرة بروفايل، استمتعنا بهذا الوقت القصير وياك. هساعدنا فقرة شو تحب، جيبونا الأسد شباب. شنو الشاقة والله الشاقة أخوك كريم هسا بعد كشفتون. لا والله ما لا معود كل شيء والله ما كلامك رب العالمين انت موتتني بسبب السكر بسببك صار عندي. لا ارتفع يعني ارتفع السكر ارتفع اذا الجمهور شي خلصني انت مبدع يعني في دول عمرك صار في دول عمرك شهادة اعتز بيها. عندنا فقرة شو تحب لكن بعد الفاصل. اكيد رجعناكم بعد هذا الفاصل القصير ونرحب بنجمنا رضا طارش. هسه فقره شو تحب عندنا خلال هاي اسمها ما تشكليت بها ثلاث ظروف، طين ظرف من عتن حتى اقرا لك الاسئله اللي بيه، انت اختار على ذوقك. يا الله. اكو ظرف باسئله صعبه، اكو ظرف اسئله سهله، اكو متوسطه. خير الامور اوسطها. الاوسطها اخذت الاخضر. يا الله. هاشم تحب الاخضر. الاخضر؟ اي ما شوف 11 هيك صدق شلون السوق لعد. ها هاي المرور خاف انت شو تحب صدق، تحب الاكل؟ اكو واحد ما يحب الاكل. احب الاكل واحب الفلوس. قبل ما نبدي اسالك شو تحب، المعيد فاضل عباس يقول في يوم لاحق سيد رضا بالسياره ادق له هورن طبقته بصفه ما يندار. يقول صرت وراه وردمته دعمته. يقول دعمني الله وقف. يقول دعمني الله. يقول نزل علي العالم. يقول عالم تضحك علينا والله. يلا دعمني يلا. ما اخذت منه تصليحه هاي؟ لا فاضل اخوي فاضل عباس. هستوى قلت له طيب اكلف دولار. هاي واحد ما ادري انت لا تنفعنا بالجار. طبعا كذب هذا الموضوع من عندي. حبيبي. هو يطلب اكل حكي بينا. يلا بعدين نتفاهم. تحية لك وإلى شاعر فاضل عباس. حبيبي تحية. السؤال أول نبدي. يا الله. يا الله. هاي أسئلة المتوسطة أنت سحبت صعبة بيك بخت. شو اللعب؟ أنزين الله. أي شوف. السؤال الأول، البداية من الديوانية والنجومية في بغداد. صح. شو تحب بغداد لو الديوانية؟ عوف الدبلوماسية. هاي شو أنا. إيه. لا مو يعني هي كل شيء يعني تدري يعني أنت طفولتك بالديواني. بينما الحنين للماضي دائما. انا مخشوم يعني قبل 90 انا يعني يعني بغداد الديوانيه يعني بالثمانينات الحكي. قد عمره يعني بس احنا ملحق على حمراء بدري بيك. تراك معك. فيعني اكيد ديوانيه لها حصه يعني. ايه. انت انجم واحد بالديوانيه حاليا؟ ها؟ انجم يعني اذا نفرض من الديوانيه منو مثلا؟ فلان انت انجم واحد يعني بيهم؟ اكو من الديوانيه اكو يعني بس انت انجم واحد بيهم؟ ما اعرف والله مو يعني انت انجم له رحومي. تحيه الرحومي طبعا فازل عبد الله. اي فازل عبد الله مو ايه. الله يحفظه. اي فائز يعني مو بنفس الديوانيه بقضاء يعني اي صح ايه. بس تحياتنا له رحومي خبو الفائز. بس قلت لك يعني الطفوله كانت بالديوانيه والشباب بغداد. يعني الاحب القلبك اثنينهم احب وحده هاي شنو ايه. هذا حتى نعبر السؤال وراه، اختار الديوان لو بغداد. احنا نحب كل محافظاتنا. طفولة الديوانيه. الديوانيه هاي بعد يحب الديوانيه اهل بغداد. احب بغداد اموت على بغداد ايه. غيراني اي طبعا اي طبعا بس كطفوله اهل بغداد شوف واقف سرى صمون شيء مو تفضل استاذ رضا. لا الحين لا هاي اول ورطه. السؤال الثاني، باعتبارك سيد شو تحب بالمناسبات الدينية، أن تكون خادم أم مخدوم؟ لا أكون خادم. الله. أنا خادم لأهل البيت والمناسبة يعني كلها تعرف أنه أنا يعني بكل مناسبات الدينية يعني عندي موكب عندنا بالديوانية
طريق المشاية، فأنا أخدم به يعني كل سنة أروح الله مع أخوتي وهذا الحمد لله. شو تحب من الطقوس مال محرم؟ والله هي يعني الطقوس محرم تدري أنت هي الخدمة مال الناس، تحس أنت مقدم في الشيء يعني. صح يعني أمام رب العالمين وأمام أهل البيت أنت يعني مقدم لهم، فمرتاح نفسيتك ترتاح. من الرواديد لمن تسمع لمن تحب؟ والله الرواديد أنا أحبهم بس مو كل شيء يعني قوياهم، يعني أحب سيد فاقد. سيد فاقد موسى، سيد فاقد حلو يقرأ، و يعني ملا باسم يعني ما يعلي عليه. أي صح. بديت بالديوانية بمسرحية البهلوان، ثم تم التعديل على هذه المسرحية بمشاركة نجوم كبار. شو تحب من أيام عرضها بالديوانية لو من شاركت مع نجوم بغداد؟ هي أكيد يعني إلها طعم بالديوانية ولها طعم هنا ببغداد. صراحة يعني أستاذ رسلان يعني بالديوانية كانوا يعني على مستوى محافظة يعني بس كلهم يعني بغداد المركز تعتبر. بغداد هي مركز ويعني تدري وين نجوم تشتغل ونجوم مو شوية يعني سوى يعني زي العابدين شافك بهاي الفتح زي العابدين وكلش العجب بيه، ولؤي أحمد كان موجود تحياتنا ألف تحية لنجمنا لؤي أحمد وكان البهلوان اللي يطلع هو منعم سعيد تحياتنا الأستاذ منعم سعيد هو يطلع شادي يعني تصور الناس طول المسرحية عبالهم شادي جايبين يعني تصور هو يطلع شادي شلون أداه ويقوز ويسوي حركات وهاي يعني شوف هو البهلوان بهلوان هو البهلوان شو تحب المسرح لو التلفزيون؟ هو كل شيء ولا يعني طعم خاص صراحة بس بالمسرح تاخذ راحتك أكثر. والمسرح المسرح يعني الشهادة يعطوك إياها الناس يعني مباشرة وين صح يعني التصفيق إياها يعطوك جائزتك يعني صح. بالمسرح أنت تتفق المصور مثلا الصور ياخذ ياك صورة بفلوس وتتفق المصور؟ ايه؟ هاي نجوم يسووها طبعا طبعا حلو سووها. ليش أكذب عليك وأقول لك لا؟ اي لا لا احنا كنا بالمسرح يعني من يصورون ويانا إن نسبة يعني ياخذون نسبة بس اجى التليفون طير كشخة الموضوع جيبوا سيلفي لا اي التليفون بعد بعد رايح راح دخل بعد ماكو تليفون بعد خذ راحتك اي صدق خذ راحتك سيلفيات هسه بس زين يعني خاف كل واحد يطق بعد تاخذ لهم سيلفي ستة سبعة وتقول لي يا بروح انت تعتبر من مدراء الانتاج الناجحين، اذا عرضوا عليك مسلسل شي تحب التمثيل واداره انتاجه؟ وهل انت بالانتاج دائما المنتج يكون بخيل ليش يحصرم وتحصرم على العام ويظل يظل هذا بس انا يعني بصراحه يعني هو التمثيل انا اكيد يعني لان اول وتالا انا ممثل بس انا لانه يعني لانه محبوب عند الناس وكذا هاي فاستغلوا هذا الموضوع انه حتى روح تسهل الامور مواقع صح وكذا صح وهذا هي النجم يكون اي فهاي يعني شغله بس تدري يعني التمثيل هو بالدرجه الاولى يعني تمثيل بالدرجه الاولى اي والدك رحمه الله عليه كان معارض لفكره ان تكون ممثل بعدها اقنع اخوك سيد محمود اي سيد محمود زين شو تحب تقول لوالدك شو تحب تقول لوالدك وهو في رحمه الباري وانت الان اصبحت نجم؟ طبعا تحيه لاخوك سيد محمود الله يحفظك تحياتنا لاخوي الكبير سيد محمود ووالدي اقول له الله يرحمك برحمته الواسعه يا رب ان شاء الله بس الحمد لله والشكر هو يعني كان ما يتصور انه انا اوصل هيك مرحله واسمي بعد من فضل الله يعني خلينا نقول نسبه 10% يعني وصارت الحمد لله نجم 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 حتى الله يحفظك والله واشد. العظيم كلنا نحبك احنا جمهورك ورفعت اسمه والحمد لله والشكر يعني اسمه طيب صح ذكر يعني بطيب والحمد لله والشكر تدري انت يعني الابن لازم يعكس تربيه اهله وناس لا والخلف ما مات عافية عليك هي الخلف ان شاء الله انتم كلكم بيكم الله البركه الله يحفظك الله يحفظك الله يعزك ابنك الان يسير على خطاك ويعمل في اداره الانتاج شو تحب ابنك يكون ممثل ومدير انتاج وشو تنصحه؟ لا هو حموده حاليا يعمل بالاضاءه هو عافية عليك بالاضاءه هو ايه حاليا يعني يعني بصراحه انا ما يقبل اتدخل بشغله لان هو شغله بالاضاءه فني فني عافية عليك فني كفر هم يحبوه يعني يحبوه اللبناني يشتغل وياهم ويشتغل مسلسلات فيعني سبع بده يشتغلوا وياهم والحمد لله يا رب التوفيق الله يحفظك انت كمدير انتاج شو تحب تتعامل مع اي مخرج؟ منو المخرج اللي ما يتعبك واللي رايحك بالطلبات ماك طلبات تعجيزية؟ والله بصراحة ما هواي
راح تقول كلهم؟ لا لا ما اقول كلهم صراحه يعني مو كلهم يعني اكو يعني اكو مثلا المخرج يعني على ابو سيف فرضين ما يتعبك؟ على ابو سيف لا ما يتعب زين. الف تحيه للمخرج على ابو سيف. تحياتنا له. على ابو سيف اشتغلت وياه اني ايمن ناصر الدين اشتغلت وياه المخرج الاردني. اي اشتغلت وياه ايمن، اشتغلنا باب الشيخ جزئين واشتغلنا عمل ثاني. اعطيني اسم يتعبك. اسم يتعب؟ والله يعني انت كمدير انتاج كممثل من المخرج اللي يتعبك عوف الانتاج؟ لا هو سوري يا نحاس يتعب؟ يتعب. كممثل وكمدير انتاج اي كممثل وكاداره انتاج انا وكعلاقات زين. التسعيد من تمثل لو تيك واحد هم تنسى الحوار؟ يعني حسب. لا لا انا ما انسى الحوار انا تقرا يعني. لو هم تجي تقرا الصبح قبل ما تبدون؟ لا انا بالليل طول المشاهد احضرها وثاني يوم الصبح اجي حافظ تأديها يعني قدام المرايه وهيك لو هيك بس تقرا. لا لا ما هاي ما قدام المرايه قديمه هاي يعني. بس ننصح شبابنا انه بالبدايه لازم هو لازم يحضر. شلون انت يعني شلون صرت مقدم وناجح وكدا. انت دائما تكون الممثل ولا المنتج؟ لا والله هو الممثل هم يعرفون كل شيء يعني. يعني الممثلين انا قلت لك بالنتيجه بالاول والاخير انا ممثل صح فلازم اكون ويا الممثلين يعني صح. المنتج ولا المخرج يروح وانت خلصت فقره شو تحب هسه ايش تحب؟ هسه حاليا ايه؟ احب تشريب باميه وعليها لحم الزنت وريحان ومبرده قبالك. الريحان بالمناسبه نزل ها ايه وياها رقيه زينه. الرقي شوي خيط بروده ايه واحكي لي بالسكر راح يصعد فول شهيد. هاي النوم هاي الهيج اي نوم هيج يسموها باي. السنح اي مو اي والله هواي تسنح واي اني إيه؟ يعني مرات اي والله من تعبان غير إيه؟ يعني تحكي وياي هيك وانا اقفى بعد ما آه. اي والله واي مو تسنح بالبرنامج اليوم تحياتنا العمار علوان. احنا طلعنا من الناصره من البصره العمار العفو عندنا إيه؟ مشاهد نصور على ابو سيف المخرج إيه؟ نصور يومين احنا ما نايمين عمار علوان جانا فرحنا وين بالزق ورا نصور بالناصريه فقالوا المخرج واتفقنا وياه قلنا له خلينا نصور كنا نجرى للصبح ليش واحنا خلصون حتى ناخذ نروح ليش نضل يومين واتعب احنا يومين ما نايمين قاعدين عمار علوان دي يسولف وياي ومن يصورون ويمين اجيب الله يكرمه فاحنا لابسين نظارات ايج عمار دي يسولف جاي نجم الدين من وراي ودي يسولف وياي عمار انا نايم اجي بس رفع النظاره هيك قال نايم فهاي من هذا يعني لازم من تتعب لازم تنام اي صح لا نوم سلطان مو ما ادري روحك وانت تاكل خرب بيت عليك مو بس هذا هسه بعد وانت تاكل بعد تسنح اي اسلم تحيه لك واحنا نحبك حبيبي في دول عمرك هسه هاي الفقره خلصت عندنا فقره شنو رايك لكن بعد الفاصل اكيد رجعنا لكم بعد الفاصل هسه فقره شنو رايك استاذ رضا حبيبي واش راح نعرض لك صور وتتعلق عليها وانت مخير بالاجابه ايضا اللي الصوره اللي ما تعجبك تقول لا تعليق تمام اوكي هاي الصوره اللي خالينا هنا المعد فاضل عباس نوجه له تحيه بعد ابو العباس علم العراقي علم العراق هو يعني هو رمزنا وهو يعني حضارتنا وهو ما تقول يعني انت باي مكان هسه من تروح على بالعراق بعد صح نشوفه حتى هنا انت ببغداد وبالعراق نشوفه لازم تبوسه هذا يعني هو رمزنا الله كبير تحياتنا الى المخرج المبدع شيخ المخرجين هذا الاستاذ فتح زي العابدين اللي اكتشف اغلب النجوم هو اكتشفهم يعني من الكبار والشباب حلو طبعا حلو للكبار يعني الكبار تحياتنا الى نقلك من الديوانيه لبغداد ها نقلك من الديوانيه لبغداد طبعا وانا اعتز به تحيه كبيره الامام السيستاني اول شيء خلي اقول من حليله لانه صراحه إيه؟ يعني هو صمام الامان بالعراق صح شو تحب بعد تقول هذا يعني مرحلة وانطوت وراحت
سوق الديوانية الكبير. هذا ذكريات عندي بي. ذاك بطل الزيت بخمسة آلاف شوفها. هذا الزيت عمي من يقدر يحكي بعد ويا الزيت بس ما شاء الله اشتغلت بيه مو؟ السوق عامر لأنه بصراحة مو لأنه ديوانيتي هي طيبة الناس طيبة يعني. شنو تشتغل بيه هناك أستاذ؟ ها؟ شنو تشتغل هناك بالسوق؟ أني؟ كان عندي محل مال كرزات وحلويات. بس انت تاكل بخمسة تبيع ما شاء الله ايه كل احنا عندنا محلات. هسه اخويا وسيد محمود عنده عطارية. بس انا شنو مرة قلبت كبة مرة قلبت. على المشتهش تشتهي؟ على المشتهي. اي والله كرزات قلبت كبة. احكي لي كرزات هذا الفستق الحار. يعني العالم يشوف اكو كبة بس مكتوب كرزات رضا. تحياتنا لاهلنا بالديوانية. اكيد هذاك شامبريري مو؟ هذا الاخضر والله ما ادري يعني هو ما طور هسه بنص السوق جاي احكي لي ال شو يسموه هذا الغازو والفستق وهاي تاكلين كلن مو يا غازو يا تبيع وتاكل يعني انا من اقعد لحد ما اقوم انا ما شاء الله بشتغل بحيث كلا تتيج علي اخوي قال راح تموت راح تموت قال لي من الكرزات تدري هي تو واهس وانت قاعد ماكو تكرز اي بس الحمد لله والشكر يعني وافتخر انه انا اشتغلت كل طبعا شرف وشرف كل شغلات شنو ببالك انا اشتغلت يابا واحد يبديها طيار لو يبديها رئيس وزراء قبل شنو مثلا الاحتلال العراق الاحتلال هذا غصه بقلبنا يعني بصراحه يعني انت من تشوف العراق ناس محتله وتمشي ما تقدر تمشي بلدك يعني هاي يعني صعبه كل صعبه يعني فاني ضد الاحتلال ضد تمام. الاحتلال مو بس بكل مكان يعني اي تمام شو تحب يعني قلت لك انا احب رساله يعني اول شيء انا احب السلام صراحه يعني واحب يعني دائما الناس اشوفها مرتاحه ومتونسه والله العظيم واحب من اجي والقى فقير واساعده واحب الاكل أحب أكثر الأكل. أكلة تحبها؟ ها؟ أكثر أكلة أكثر شنو؟ أكلة تحبها أكثر أكلة أحب تشريب البامية ها؟ إي طبعا والدولمة وهاي الأوبشنات والدومنة ها؟ دومنة أحكي لهم تلزم الضلع شو تسوي بهذا المكسب هذا إي الدولمة مو قواني بيها والله العظيم مو قوي يعني مرات من هذا برياني وهاي الأوبشنات أحب أحب الحكاكة الجو ما أكل الضلوع هاي مال جنب الضلوع فشايف هذا الشيء يعوف الوسط يتكلم بلد الدول ما اختصاص ناس تحياتنا البناء اي فاني يعني احب الاشياء هاي تحب الاكل كلش غير الباني اكله تحبها كلش بريان ودجاج وهالاشياء لا احب التبسي مرقة التبسي اوه تبسي مو التبسي احب التبسي اي بس انت ما يصبوا لك ماعون بصينية لا هاي خبر فلان هسه والله ما اكل بالله العظيم اي بس يعني قلت لك انا احب حتى احب يعني من عزايم كل الولاد يعرفوني يعني من اجيب عزيمه انا ما بس المهم اترسها اشوف روى اشوف كفو كفو حتى من واحد ياكل انا ارتاح مني بالله العظيم فاضل عباس عزمني هيك عزيمه فاضل شلون عزيمه بس على فلافل ولبن تحياتنا لابو عباس تحياتنا فقره شنو رايك انتهت حلو عندنا فقره اخيره لكن بعد الفاصل وصلنا إلى فقرة انجح واربح اللي هي البارت الأخير بالبرنامج يا الله إن شاء الله رب دوم ناجح وربحان الله يحفظك هاي الفقرة هي نسألك أسئلة كل سؤال تجاوب عليه نعطيك حرف حلو من تكمل الأسئلة نعطيك جمع الأحرف وتطلع شخصية رمز عراقي خوش أوكي خوش فهسا رح أبدي أول سؤال وياك من هي السيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم مريم الحضراء مريم صحيح جابة صحيح باقي الدخل ها صفتهم بالتسلسل حتى تعرف خوش هذا حرف العين السؤال الثاني ما هو اسم بيت العصفور عش اي صح
اشتيدك شنو قاره واي ها محضر انت جاي تفاجئنا اي والله اي طبعا هاي اللي يفوز ويانا ها اي الى جائزه لا والله صينيه عليها لا لا ها صين اللي ياخذ 100 الى صينيه عليها نص الشماطلي هاي زين اي وبريان والكشمش والشعريه والمرقة شنو يحكي لي احكي لي تبسي من هذا الهيك المطروحه اي اي بيدين وايد اذيني جعت انا او شويه ابرك السؤال الثالث ما هي الدولة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم؟ الدولة الوحيدة لو المدينة؟ الدولة الوحيدة يعني اللي هي الكوفة بس مو العراق طلع مو العراق اي مو العراق اوكي نعبرها لكن لفائدة المشاهدين اللي ما يعرف مصر مصر بس انت لحد الان سؤال عندك خطا حلو. السؤال الرابع ما هي السوره التي تسمى بقلب القران الكريم سوره ياسين احسنت عشان شنو عاد مصر ما عرفت ايش فيه ام زاهر مصر ها ام رايح لمصر مصر اي رايح له ماكل فول وهاي ماكل هاي رايح له كله رايح يعني للزغال للهاي حمام حمام هم كلت حمام حمام اول حمام شنو حذاف هذا عندنا بالعمارة الزوج ب 15 ويا وانا غربي بس ليش نشوفه بالمسلسلات اي والله هيك تشوفه محمص وهاي وقلبت الدنيا وهاي قلت له مريد وحده صاحبه وياي قال شنو وحده كل واحد يجيب اربعه وعشره هذا الحمام انت ذا نشم نشم خلص لا ماكو كلت بس اثنين والله ليش شو ما اول اكل مالك ما احبه ذاك يعني مو دسم يعني الشوربه ما ادري شلون شو مالتهم اي تحبسم اي لي ما احبه بس هم نشوفه بالمسلسلات والهاي اي بنشوف ماكو هو حذاف هذا هو طيور هاي حمام ايه هو هو يعني هو يقول مزارع عندنا يعني مزارع اي يزرعون من الطيور يقول عندنا مزارع شنو يزرعون بعدهم مزارع والله مزرعه يسموها اي والله يزرعون حمام لا يعني هي دواجن هم يسموها مزرعه يصدق تشلحها مثل الخسيج صدق شاتشولا مالت اعطيتك الحرف اللي وراه لان الثالث ما عرفته السؤال الخامس ما الحيوان الذي يسمى بسفينه الصحراء اكيد الجمل حلو جمل وما حمل الحمد لله احكي لي محمل فليسات هواي ولا ها فليسات محمل هواي ان شاء الله زين الامور شو مدير انتاج الحمد لله صار عمره تمثل من 32 سنه يا الله هسه شو لاصق علي انا من كلها بالتسلسل عندك نقص بس حرف يلا لا ايش راح يطلع عندي ما هو النبي الملقب بابا الانبياء ابا الانبياء يعني هو خاتم الانبياء هو اللب محمد يعني خاتم الانبياء ابا الانبياء ابا الانبياء ابا الانبياء اي شلون معروفك واحد ما يعرفه سيد رضا والله لا لاصت عليه مقامه بالكعبه النبي محمد من ذريته يحيى نبي الله يحيى لا مو بالكعبه تحيا تحياتنا لك عم لا تقص علي اوقف اوقف يا رجلان ما انا ما راح الكعبه هاي المشكله يعني ولاصت علي هسه انت بتليفوناتك اول ما تطلع الاسماء شو يطلع لك يا اسم زوجاته هاجر وسارة إبراهيم رضي الله عنه إبراهيم طبعا إبراهيم طبعا أنت ما عرفت لا أنا قلت لك لا شلون تقول لي ها؟ نبي الله إبراهيم أنت ما رايح للكعبة لا نبي الله إبراهيم لا إيش عليه هو غير رحت ثاني زين أنت إيش عليه من تقول لي تقول لي منو لأن أنا ما رايح الكعبة ما عرفته ما واصل إن شاء الله راح أعرف إن شاء الله يا رب إن شاء الله راح أعطيك جواب بعد شو تريد زينها شلون اليوم؟ اوه ما شاء الله مدللك والله سيد والله العظيم انت تلاصق علي انا بالحروف يلا السؤال السابع السابع ما هو اسم ابن الاسد؟ ابن الاسد؟ ايه شبل ما يسموه؟ ايه اي شبل مو هذا الشبل من هذا الاسد؟ اي هذا الشبل من هذا الاسد صح وهسه شو راح نطلع لك اسد؟ لا لا
دارت لان عليك هسه جايك الاسد اقول لك شو جاي تحوسون تحوسون لا 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 ضمه ضمه لا والكعبه انا بشيل اوراق واشرد هذا حرف اللام حرف اللام لا احلك لعب زين صلوات صار عندك جد حروف ايه بعد كافي ما يخلص ما هو السؤال الثامن ما هو اكبر بحار العالم شو اسمه شو اسمه محيط الاطلس هم رايح له مو لا رايح له مو رايح يدرب براجل عبرت علي اه ايه طبعا لا مو ال... لا والله والله اكبر بحار بالعالم ايه بحار بحار شو اسمه اسمه البحر ايه ال يجي الطيني بالبداية يجي ال الياهو ال المنو ال الأزرق الأزرق لا لا كاب يا بحر تحكيلي بشرفك ها تحكيلي الأبيض بحر الأبيض المتوسط اي ما قلت لك بحر شلون فرح عليك بحر الأبيض المتوسط اي باوع أخذت 60% لا هاي كلها بس واحد ما جاوبت عليه ثلاثة ولا أربعة لا والله لا شنو هاي مين جن هسه إذا عرفت الشخصية أعطيك 10 تصير 70 يا شخصية أنا راح أعطيك بعد حرف إيه حتى تجمع هاي هسه 10 بعد إيش قصة لا لا ما عليك علاقة 75 أنا راح أعطيك 70 إذا عرفت الشخصية شاعر من أهالي النجف إيه شاعر حسيني قديم يكتب الحمزة الزغير يكتب الملا وطن أيوة. عنده قصيدة للإمام الحجة عجل الله فرجه قصيدة شهيرة للإمام الحجة عجل الله فرجه عنده حبيب. رواية مش يعني أكو فد رواية مشهورة أنه بالمنام جاي الإمام الحجة على قصيدته يعني معروف الموضوع شاعر لو خطيب شاعر شاعر جمع الحروف شو جمع ما شلون جمع تجمعين يعني الحروف؟ جمعين حتى شلون اجمعين حتى ما تكفى هاي عين وباء مو الاسد ودال جيبوا عتو بس عتو عبد عود يا عتو الله يخليك لا عبد يا هو عبد غين غين وفاء غينو ولا وتاء شنو هاي صارت حنانان بلو لا شلون شلون حنانان بلو شلون تجمعهن رسلان شاعر عذبني عبد عبد هو عبد بس عبود عبود اللي نعلت الله على الشيطان اسمه ابو كامل عندك اسم ابو كامل راح اعطيك عبود حرف الغاء اسم ابو بالغاء عبد غير اللي اعرف يمك ها عبد عبد جعفر نجاح تحيات لك تحيات لعبد جعفر انت شلون ذا تقرا ولدك تموتهم كتل يعني ما ادري مؤسسته يعني تقول لي بال بال يعني بالسبعينات والستينات ايه مو صح؟ اسمه ابوه قدامك وين هي قدامي؟ هو جو جمعتنا لاصت علي يا عبد جمع شوف هسه هذا اول حرف غين ايه عبود غ فاء لا ماكو طاء لا تلوص علي عبود غف الغفلة الغافلي عبود الغفلة هذا طائر الغافل قل لي رسلان رسلان مو شلعت قلبك حتى اسمه غلط بي اي والله شو لاست عليه عبود غفله اي عبود غفله إيه؟ بسرعه خذتني بالغفله انت طبعا ما موجود باوع ستين وين الطاء عبود غفله ستين انا يعني حتى الاسماء اردتك بس تقول حرف اي مو قلت لك عبود غفله وين قطاع ما قطاع بس هاك باوع حتى ها 60% بدل لاصف عليها انت تسلسل هاي رضا طارش ولام غفله اي والله عبود غفله بس يلا فكك البنج لا مو قريت عبد قلت بعد شنو برا قلت لك عبود غفل ردتك تقول أ بس الأ
ايدك وياي عادي شيل ما هسه 70 60 اعطيتك لا والله لو مجمع حيعطيك 70 لو مجمعها اي راحت عليك نص لهشة شو تلقاها منك من فاضل عباس لكن احنا بخدمتك عشان تونست اليوم ولك في دول عمرك احنا الله. تونسنا والله كلش متعب والله استمتعنا ولقابي معلومه حلوه في دول عينك يعني طرفه وبي يعني 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 كل شيء اعتقد يعني يمكن كنا خفيفين الظل امامك انا استمتعت انا بالنسبه لي وشفت انا والله الشباب اللي خلف الكواليس تونسوا فاكيد الجمهور راح يتونس انا استمتعت وكلش مرتاح ولحد الان انا خايف يعني انت ترسم البهجه وين ما تكون حبيبي انت ابو البهجه الله يحفظك في دول عمرك الله يعزك تحياتنا لك حبيبي الله يسلمك استاذ رضا شكرا جزيلا لك اشكرك تحياتنا وتحيه الى جمهورك والى المخرج سعد رحيم واخوة سعد رحيم تحياتي المصورين سعد رحيم هاي ما شاء الله على البيت رحيم كلهم جايبهم ما شاء الله تعالوا خاف تصير عركه حتى الدنيا المخرج وتحياتنا تحياتنا للمعد فاضل عباس فاضل عباس الغالي وإلك يا رسلان يا حبيبي قناة الايام ربي تحياتنا لك بحجم ابداعك الله يحفظك يا الغالي وتحيه الى كل مشاهدينا الكرام نلتقيكم في حلقه اخرى حتى ذلك الحين في امان الله